يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا على قناة الصحة والجمال، وأهلا بيكو وحلقة جديدة في الصالون. أسبوع جديد بيبدأ إن شاء الله، يكون أسبوع سعيد وكله أخبار مفرحة. خلينا دايما نكون متفائلين وعارفين إن ربنا بيعمل لنا كل الخير. الرضا هو أساس السعادة، وخلينا واثقين إن أي حاجة مكتوبة لنا عمرها ما هتروح لغيرنا، وكل اللي فاتنا ما كانش أصلا بتاعنا. النهارده ان شاء الله حلقتنا تعجبكم وتكون مفيده بقى لكل البنات والستات اللي عايزين يعرفوا اساسيات الميك اب بشكل صح، وازاي نقدر نعرف الميك اب الاوريجينال من الكوبي. النهارده منورانا خبيره التجميل هند سلامه اللي هنعرف منها كل الحاجات دي، ومحضره مفاجاه حلوه قوي لكل اللي بيشوفوا برنامج في الصالون. ازيك يا هند؟ ازيك يا نور؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت منوراني حبيبتي النهارده. انا مبسوطه جدا ان انا معاكي النهارده. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. قولي لي بقى الاول كده، نبدا ونعرف انت بداتي موضوع التجميل ازاي؟ ماشي. بصي بقى، انا ابتديت دخلت في مجال التجميل ده تقريبا من 8 سنين. كنت ست عندها ابن، ولادي منهمكه معاهم في حياتهم هم وكده. بعد كده ابتديت افكر، لا انا مش هفضل كده، لازم افكر في حياتي انا. فابتديت اشوف بقى ايه فيديوز كتير من اشهر الميك اب ارتست هنا في مصر، وابتديت بقى اشوف ميك اب ارتست في يوتيوب مثلا، عالميين، لبنانيين، خلايجه. ابتديت بقى اثقل موهبتي، ابتديت اشتري مثلا ليا انا الميك اب بتاعي بس. وبعد كده ابتديت دخلت بقى مجال ايه بقى، السيلر. يعني ابتديت بقى ادور، كانت الناس تقعد تسالني الروج ده انت جايبه منين، الكحل ده جايبه منين، فبقيت اجيب لهم. فدخلت مجال البيع كمان والشراء، وبقيت اعلمهم. يعني الناس كانوا بيجوا مثلا يسالوني ده بيستخدم لايه ده، وانا ببيع لهم، فبقيت اعلم كمان. فدخلت بقى، بقيت 3 في 1. الموضوع كله على بعضه. ايوه، 3 في 1. بس انت اصلا بتحبي الميك اب؟ يعني احنا طبعا كل البنات والستات بيحبوا يقفوا قدام المرايه ويعملوا، بس طبعا بحس انه فكره ان انت تعملي لحد ميك اب مش سهل. يعني ممكن اقف قدام مع نفسي تمام. بصي، انك تمسكي الفرشه عليكي غير لما تمسكيها على حد، بالظبط فرق كبير جدا. ابتديت برضو، ما انا في الاول كنت بعمل على نفسي. يعني بجرب كل تكنيك مثلا ينزل جديد كنت بجربه على نفسي. بعد كده ابتديت بقى اجرب على اصحابي، على اختي، على كده، عشان ابتدي اثقل الموضوع ده، لانه مش سهل ان انت تعملي لنفسك وبعد كده تعملي للناس. في ناس تعرف تعمل لغيرها لكن ما تعملش لنفسها. فهي بترجع انت بقى ايه، حابه الموضوع ولا لا، حابه تعملي للاخرين كميك اب ارتست، ولا حابه ان انت بس تهتمي بنفسك انت وخلاص احط لنفسي ميك اب وبس. طيب الوشوش مختلفة يا هند، يعني انت اكيد بتشتغلي طبعا مع ناس كتير، ففي ناس مثلا وشها طويل، ناس وشها مدور، ناس مش عارفة عينيها ضيقة، ناس عينيها واسعة. فانت ازاي بتعرفي تتعاملي مع الوشوش المختلفة والاشكال المختلفة للملامح؟ ده بيرجع بقى للخبرة. يعني وانت بتشتغلي على كل وش، هنا بتستخدمي مثلا ايه تكنيك مثلا زي الكونتور مثلا، كل وش غير التاني. بالزبط. بيبان بقى في خبرتك وانت بتشتغلي على الوش نفسه. ده بقى شطاره الميك اب ارتست. ايه الفرق بين ميك اب ارتست شاطر او مش شاطر؟ هنا ان انت تبقي عارفه جميع اشكال الوشوش، وبتلعبي عليها بقى، تعرفي تتعاملي مع الملامح المختلفه بالظبط، فين مواطن الجمال وفين مواطن الديفوهات اللي في الوش عشان تداريها. يعني انت ممكن بالميك اب تداري عيوب في الوش او ديفوهات مش لطيفه؟ طبعا طبعا. طب يعني إيه اشهر الحاجات مثلا؟ الانف طبعا. الانف الانف الكبير او الانف الرفيع جدا برضو. يعني كل، احنا بصي هي مقاييس، كل ما بتبقى معتدله كل ما بتبقى العادي النورمال، لكن لما بتبقى اقل قوي بنحاول نظبطها بالهايلايت والكونتور. لكن لما بتبقى مثلا كبيره برضو بنظبطها بالكونتور، بس بتفرق عكس بعض. كل وش بقى غير التاني. يعني ما يجيش حد يجي يقول لي انا هعمل كونتور بتاع وش صاحبتي، لا ما ينفعش. كل واحد غير التاني. فنانه مثلا تيجي تقول لك انا عايزه اعمل ميك اب زي لا ما ينفعش، ما ينفعش، لان كل وش غير التاني، ربنا خلقنا مختلفين يعني. صح. طيب انا عايزه اعرف منك الاخطاء اللي احنا بنعملها واحنا بنحط ميك اب لنفسنا. يعني ممكن انا ابقى واقفه قدام المرايه عايزه احط ميك اب وانا شكلا حلوه، بس لما احط ميك اب احس ان انا شكلي بقى غريب. ايوه. فايه بقى الغلطات اللي احنا ممكن نكون بنعملها واحنا مش واخدين بالنا؟ بصي، اولا اختيارنا للفاونديشن الخطا، ان ما يبقاش لايق على لون بشرتنا. دي من الاخطاء الشائعه اللي بتبوظ شكل الميك اب.
ان الفاونديشن مثلا انا بيضه استخدم لون غامق قوي. بصي انا مثلا نورمال استخدم واحد فاونديشن مثلا فاتح قوي، لا ده ما ينفعش. ايه الصح بقى؟ الصح ان انا استخدم لون بشرتي بالظبط، يا اما اغمق. انا بقى هند التكنيك بتاعي ان انا استخدم اغمق سنه، اغمق درجه او درجتين في في الرينج ده، ده اللي بلعب بيه. عشان ايه برضو؟ ما هو ليه؟ عشان احنا كمان شايفين اهو يا هنوده معانا صور ليكي، وده الميك اب اللي انت عاملاه. تمام. دي عيون، قولي لي كده انت. ده هاف سموكي. ده هاف سموكي. ده ينفع مع اي نوع من العيون؟ لا ده العيون ينفع معها؟ العيون عادي، العيون الضيقه ينفع معاها. بصي هي بترجع بس ان كل ميك اب ارتست بتبقى ليها تكنيك وستايل كده اللوك بتاعها. حلوة. انا بحب اللوكات دي جدا جدا. انت بتحبي تعملي ميك اب تقيل اصلا صح؟ بتحبي حاجات السامبل؟ لا والله بحب السامبل، بس لما يبقى عندي لقاء او عندي فرح او عندي مناسبه لازم اتقل طبعا. لازم يبقى تقيل، يعني بحب اكتر. ده برضه لوك. كمان الحجاب بيفرق، يعني لو هتعملي لواحده محجبه طبعًا. غير لما تكوني هتعملي لحد لبنت بشعرها. لان المحجبه بيبقى السبوت العين على وشها اكتر من اللي مش محجبه. اللي مش محجبه الشعر بياخد من صح. من في حاجات تانية البش. طبعا. يعني انا بالزبط. شايفه هنا كمان لا حلو قوي. ده لوك برضو هو تقيل بس. والهايلايت انا مستخدمه فيه هايلايت. احنا هنتكلم على الهايلايت ده. مهم جدا نتكلم. كل الناس بتحب الهايلايت. حلو قوي، حلو قوي اللوك فعلا. يعني انا شايفه ان انت فعلا بتهيالي بتركزي اكتر على العين، يعني انا شايفه انت عامله شغل جامد جدا. بحب اشتغل على العين. بحب اللوكات بحب تدرج الالوان في الـ في الـ في الاي شادو. بس انا بقى عايزه اسالك هنا، ده يبقى محتاج مساحه فوق العين صح؟ لا مش شرط والله. لا بستقبل بعمل كده حتى في المساحات الصغيره برضو. انا لازم اعمل احط كل لمساتي فوق. الجفن. مش لازم، يعني مش لازم. هي بتفرق بس في ايه؟ يعني مثلا واحده فوق عينيها مش كبير، مش واسعه قوي. ما بعملش مثلا سموكي. ممكن اعمل هاف سموكي. أوكي. لكن ما اعملش سموكي كامل لان هيضيقها اكتر. فبس هو ده التكنيك اللي انا بعمله. طب انت كنت بتتكلمي كمان على موضوع الفاونديشن، وعندنا مشكله رهيبه جدا انه كل البنات عايزه تبقى بيضه قوي. يعني يعني انا مش عايزه ابقى لوني. يعني كارثه. يعني ليه؟ يعني اقول لك بقى ليه. انا بقول مثلا ان احنا نغمق، ناخد درجه اغمق مننا درجه او درجتين. ليه بقى؟ عشان انا مثلا زي الاضاءه. انا لما احب اشوف حاجه هنور. صح. نور. عايزه مش عايزه اشوف حاجه هضلم النور. هو بالظبط كل واحده فيها مواطن جمال. وانا ما بحبش فكره ان الميك اب بيداري العيوب، لا الميك اب بيبين جمال الست وجمال البشر. كل واحده ليها مواطن جمال في وشها. انا بنور عليه. طب انا لما احط فاونديشن انا بشرتي فيها مثلا واسعه، فيها حبوب، فيها خطوط، واروح احط لها فاونديشن فاتح، بينت كل ده. يعني انا بقول للناس اتفرجوا بشرتي عامله ازاي. لكن لما اداري اجيب درجه اغمق ده بيخليني ان انا ما يبانش العيوب بقى، لا حبوب ولا مسام واسعه، لان دي المشكله الكبيره اللي بتواجهني مع كل الكلاينت اللي بيقولي يسالوني انا عايزه فاونديشن. طب ماشي انا هجيب لك درجتك او اغمق. لا انا عايزاه فاتح. لا انت عندك مسام واسعه هتبان اكتر. فهي دي الفكره. انا بنصح كل البنات انهم يجيبوا فاونديشن درجتهم او اغمق درجه او درجتين. اسمعوا كلام هند ارجوكم. أوه. ولو عاوزين تتواصلوا مع هند وتكلموها يا جماعه موجود الارقام بتاعتها والفيسبوك واليوتيوب تشانل كمان. تقدروا بقى تتواصلوا معاها من خلال كل الحاجات دي وتسالوها على كل النصايح اللي انتوا عايزين تعرفوها. طيب هند كمان انا عايزه اعرف منك غير الفاونديشن، يعني مثلا الحواجب، رسمه الحواجب، الرموش. في ناس بتحب تتقل رموشها قوي وده ما بيبقاش لايق مع ملامح وشها. فنعمل ايه او اعرف ازاي اللوك اللي يناسبني؟ بصي اقول لك، هي الرموش هي قصات. كل عين ليها، يعني تبقى عين مثلا ضيقه انا عايزه اديها مدى، عايزه افتحها. فبستخدم الرمش اللي هو قصير من قدام وطويل من ورا. أوكي. عشان يديني يفتح لي العين. واحده عينيها مسحوبه انا عايزه اقلل السحبه، اجيب رمش قصته مدوره عشان يدور لي العين. فهي بتفرق بس في قصه الرموش. مفيش واحده مش هيليق عليها رموش، بس هي الفكره المناسبه اللي انا ما بقاش انا خارجه الصبح وحاطه رموش. ما ينفعش، مش هيبقى شغل رايحه جامعه وماشيه. يعني ماشيه برموشي كده في الشارع اكيد صعب. يعني هيبقى فيك الموضوع صعب. طب انت جايبه فرش كده، انا معلش محتاجه بقى منك تقولي لنا
الاستخدام الصحيح لكل فرشة. طيب بصي بقى، أنا دلوقتي أنا بص كنت عايزة أتكلم على أساسيات الميك اب، يعني واحدة مبتدئة عايزة تبقى عندها ميك اب، شنطة ميك اب هتحط فيها إيه؟ أيوة. أول حاجة الفاونديشن. تمام. الفاونديشن هيبقى نوعين، أنا هقول لها نوعين، أنتِ بشرتك الأول تعرفي بشرتك نوعها إيه؟ بشرتي دهنية أو مختلطة هجيب فاونديشن، وطبعا كل البراندات عاملة للبشرة الدهنية البشرة المختلطة والبشرة العادية والجاف. بجيب أنا بقى حسب بشرتي هجيب نوع يكون براند حلو وأصلي، عشان عايزين نتكلم في الموضوع ده بالظبط ضروري يعني. براند أصلي عشان أستخدمه لبشرتي، ده أول حاجة الفاونديشن. والفاونديشن يا جماعة مش كل يوم، الفاونديشن مش معمول عشان نستخدمه كل يوم، ده بيهلك البشرة، يعني يستحسن انا اخليه عندي عشان اي مناسبه عندي الاقي الفاونديشن على طول. تاني حاجه الكونسيلر. الكونسيلر بقى، الكونسيلر العيب اللي بيواجه برضو زي الفاونديشن بالظبط، ان لازم تحت عيني يبقى منور. ده غلط، نجيبه فاتح قوي. امتى بقى استخدم؟ امتى اللي يستخدم الفاتح ده؟ اللي ما عندوش هالات تحت عينه، لو مش موجودين اصلا في الوجود دول بالظبط، واللي ما عندوش خطوط. وده طبعا كلنا تقريبا عندنا يعني كل ده ما شاء الله عندنا كلنا. فاللي ما عندهاش، لكن اللي عندها هالات ازاي انا بقى عندي هالات واجي احط كونسيلر فاتح؟ هي ايه بقى هيخليه؟ هيخليه رمادي. هيقلب رمادي، يبين بقى الهالات اكتر. يعني هو مش هيداري، شكل مش لطيف خالص. لكن الحل ايه برضو للمشكله بتاعت الهالات دي؟ ناس كتير بيجوا يسالوني الهالات، ان انا اجيب كونسيلر نفس لون درجه بشرتي بالظبط، زي الفاونديشن. نفس الدرجه، هو ده اللي يخلي الكونسيلر ما يقلبش رمادي معايا. بس ده تاني حاجه. تالت حاجه بلاشر. شوفي كل واحده تشوف مثلا هي بتحب البلاشر على ايه. انا مثلا بحب ان يبقى عندها في شنطه الميك اب اللي هتبقى لسه انا رايحه اشتري مش عايزه اكلفها، هيبقى عندها مثلا بلاشر على بيتش وبلاشر على بينك، بس اللي هم الاساسيين، الدرجات الاساسيه. وماسكارا وكحل، كحل فاتح عشان ينور العين ويفتحها. ده بيتحط ايه جوه صح؟ جوه العين، بيوسع العين. وده بنستخدمه مع العيون الضيقه برضو. وكحل تاني اسود. الكحل الاسود بيقفل العين او بيغمق العين وبيضيقها. فحسب اللوك اللي انا عاملاه. حلو قوي. تمام. وطبعا انا بحب ان يبقى عندها برضو للحواجب مثلا باودر. انا بحب الباودر لانه بيبقى ناتشرال اكتر. أيوة صح. من الجل، وبيبقى التكنيك في توزيعه اسهل. بس دي اهم حاجات. والروجات بقى، روج مثلا يبقى على نيوت للصبح، وروج غامق كده بكل بساطه. ولازم طبعا دي اساسيه جدا مع اي حد، لان فعلا بتوزع الفاونديشن والكونسيلر احنا هنستخدمها. والباودر كمان لازم يبقى من ضمن الاساسيات الباودر. والباودر انا بفضل انها تكون ترانسبيرنت، يعني شفافه. بحيث ما نخشش بقى في سكه تثبت، بس صح يعني تثبت، بحيث ما نخشش في سكه بقى غامقه فاتحه الكلام ده. وبعمل كل ده بالباودر دي، بالسبونج دي، البيوتي بلندر دي اختراع وهمي. حلو قوي. عشان توزع الفاونديشن بطريقه متساويه. حلو قوي. بس احنا كده خدنا كورس على الهوا تقريبا. يعني والفرش بقى، بصي دي الفرشه دي لازم تبقى عند اي حد. الفرشه المنفوشه دي فلافي كده، دي بنستخدمها في الباودر وممكن في البلاشر، يعني كده في البلاشر او الباودر. تمام. العيون مثلا. أيوة. الاي شادو احنا يعني في، بصي انا جايبه، احنا كل اللي محتاجينه اربع فرش بس. اربع بس. اربع كتير قوي. مش عايزين يعني ده كده انا مقلله خالص. بصي دي فرشه للدمج، دي بتبقى بصي يعني فلافي كده، شايفاها واسعه. ليه بدمج بيها ايه بقى؟ دي بدمج بيها الترانزيشن كولر اللي هو اللون الانتقالي. ما ينفعش ان انا احط اي شادو وبس فوق عيني الجفن المتحرك وبس. لا، لازم يبقى فيه تدرج في الالوان. فده بنحطه هنا. أوكي. عند العظمه. فدي بتوزع الالوان على مدى اوسع. فوق العين. حلو. تمام. دي واحدة تانية برضو دمج بس أصغر. بصي هي أصغر منها. دي بدمج بيها بقى إيه؟ هنا في الطرف. أوكي. في طرف العين. أغمق.
اللون الاغمق دي بين براش كده، دي اللي بحط بيها اللون. ما بدمكش، لان بصي هي ستاف كده. فدي جمدة. تحط بس تحط اللون. أوكي. انا عايزه احط اسود هنا احط اللون، ما تدمكش. اوكي، دي بقى انا بستخدمها، يعني دي برضو مش شرط تبقى عند كل الناس، بس انا بستخدمها تحت العين. لو انا عايزه عشان احدد الاي شادو اللي تحت العين. طب بما انك اتكلمتي على العين بقى، الماسكارا دلوقتي انا اصلا عايزه اعرف، لان احنا قلنا ان احنا عايزين نتكلم على موضوع الاوريجينال والكوبي والحاجات دي، ازاي وانا بشتري اعرف ان الماسكارا دي اوريجينال؟ ايوه، ما تضحكش عليا يعني. تمام، اول حاجه بصي احنا معانا كمان الصوره بتاعه. ايوه بصي شايفه الفرق والفيك، شايفه الفرق؟ قولي لي بقى. بصي الفيك، بصي شايفه الفيك كلها التكستشر بتاعها البرودكت ملزق فيها. لكن الريل اللي هي الاوريجينال بصي سموث جدا. أوكي. ما تلاقيهاش، ما فيهاش برودكت يعجن، عارفه؟ ما يعجنش على الرموش، فاهماني؟ تاني حاجه كمان السيريال نمبر. ايوه الكود. انا مثلا لقيت سيلر مثلا على اليوتيوب، او على قصدي سوري فيسبوك او على وات ايفر، لقيتها بتبيع برودكت ارخص. طب هعمل ايه؟ اروح الستور الاصلي، اشوف السيريال نمبر، اقول لها ابعتي لي السيريال نمبر، طلع هو خلاص اوريجينال. ما طلعش هو لا، روحي ادفعي فلوس وهاتي. ما هي دي الفكره، انه الناس تقول لك يعني ده ارخص شويه فانا هجيبه علشان اوفر، بس المشكله انه بعد كده بيعمل لنا اصلا مشاكل صحية جدا في بشرتنا. اصل احنا للاسف الناس مش واخده بالها ان مستحضرات التجميل كلها هي عباره عن زي الادويه. بتدخل، ما تفتكروش على بشرتنا، ما هو الجلد ده بيدخل. صح. كلها سموم. صح. فانا لما استخدم برودكت مش مصرح بيه عالميا ولا صحيا، طب انا ايش عرفني ايه اللي جوه، ايه اللي جوه المنتج ده؟ بعد كده نيجي ندفع بقى الفلوس دي في صحتنا. طب ليه صح. يعني مثلا كحل، فيه كتير كحل اللي هو بيتباع على الرصيف وكده. أيوة. بيبقى كله رصاص. يا خبر ابيض. والروج طبعا بيبقى كله رصاص. فانا لما استخدم برودكت، لا انا عندي، تستخدمي لو هتجيبي كحل قلم واحد براند اصلي موثوق فيه، انا ارشحه لك وهاتيه هو بس، مش لازم ما تجيبيش حاجات كتير، هاتي حاجه واحده بس تكون مظبوطه بالظبط. ما تجيبيش، ايه فايده ان انا عندي روجات كتير وانا مش، وفي الاخر مش مستفيده بيها، وكلها بتتعبني وهتاذيني اصلا على الشفايف. وبتاذيني صحيا يعني، ليه؟ طيب احنا نروح بقى للكورسات. انت دخلتي ازاي اصلا ان انت تدي كورسات؟ يعني خلاص بقيتي ما شاء الله ميك اب ارتست وشطوره وبتعملي ميك اب، لا كمان قررتي تعلمي البنات ازاي بقى يحطوا ميك اب؟ بصي انا بحب اعلم، يعني احب، ما انا بقول لك جت منين بقى. مثلا تجي لي كلاينت تسالني عايزه برودكتس معين وبتاع، طب ما هي هتستخدمه ازاي؟ ما هو انا مش ببيع وبس، خدي يلا هاتي الفلوس وخلاص، لا. انا بحب الواحده لما تشتري ست، دي فلوس بندفعها، فلازم تبقى فاهمه هي بتشتري ايه. ايه فايده ان اجيب الحاجه ورصصها عندي وخلاص؟ لا، كنت بقعد، انا ممكن كنت اقعد بالساعتين مع زبونه، اقعد اشرح لها تستخدم ده لايه وده لايه وده لايه. بالك طويل ما شاء الله. قوي. برافو. طبعا فمن هنا بقى جت الكورس. ابتديت بقى اخد، اشتغلت في شركه كبيره، بقيت ادي بقى فيها كورسات ومعتمده وشهادات وكده، وبدي الكورس يعني كمان عنايه، مش بس ميك اب، عنايه بالبشره، لان نجاح الميك اب من نجاح طبعا العنايه بالبشره. أكيد. كمان اكيد. وكمان يا جماعه هند اصلا يعني لكل بقى الناس اللي بيتفرجوا على في الصالون، لو عايزين يحجزوا كورس مع هند وقالوا لها ان هم يعني جايين تبع البرنامج او شافوا الحلقه، ان شاء الله الكورس ده هيكون مجانا. فيعني تقدروا بقى تكلموا هند وتحجزوا معاها كورس عشان تتعلموا اساسيات الميك اب بشكل صحيح باذن الله. يعني ان شاء الله دي هديه لندى وكل مشاهديها حبيبتي. فيلا يا جماعه استغلوا الفرصه وكلموا هند واحجزوا معاها. فانا كان عندي كلام كتير قوي عايزه اسالك فيه واتكلم معاكي فيه، بس يعني للاسف الوقت خلص بسرعه جدا. والله انا مبسوطه ان انا كنت معاكي. انت نورتيني. نورتيني يا هند حبيبتي. ويا جماعه لو عايزين تتواصلوا مع هند تاني، طبعا كانت كل الارقام بتاعتها موجوده، صفحه الفيسبوك واليوتيوب تشانل كمان بتاعتها، تقدروا تتواصلوا معاها وتكلموها، تسالوها على اي حاجه، تشتروا من عندها ميك اب يعني هو اوريجينال، كله اوريجينال، وكمان تحجزوا الكورسات اللي انتوا عاوزينها. ميرسي يا هند، نورتيني. ميرسي ليكي يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. انا بشكركم جدا جدا، واستنونا في حلقات تانية كتير في الصالون.